أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول مع الجزء الثالث من تفاصيل أحداث غزوة أحد. بالأمس ذكرنا بأن قريش أعلنت النفير للخروج إلى هذه الغزوة، وأنها قررت أن تجمع نوعا من التحالف مع بعض القبائل العربية ومع ثقيف أهل الطائف لشن هذه الغزوة. شوف بعض التفاصيل متعلقة بهذا الأمر. قررت قريش أن تبعث 4 رجال يكونون مؤلبين لهذه الأطراف المختلفة من أجل تكوين هذا التحالف. هؤلاء 4 كالتالي: أول شخصية عمرو بن العاص الأموي السهمي الأموي، ومعروف أن عمرو بن العاص يعتبر من دهات العرب وعنده قدرة على الإقناع. الشخصية الثانية هبيرة ابن أبي وهب المخزومي. هبيرة هذا والدته هي السيدة أم هانئ بنت أبي طالب، يعني أخت الإمام علي، فيصير الإمام علي خالة. ولما بحثت عن شخصية هذا الرجل وجدت أنه شاعر، فإذا مهم أن واحد يكون عنده بلاغة وقدرة على إثارة العواطف حتى أن يجمع مثل هذا التحالف. الشخصية الأخرى عبد الله بن الزبعري السهمي القرشي، هذا أيضا لما بحثت عن شخصيته وجدت أيضا شاعر، فإذنهم كانوا يختارونهم اختيار خاص. الشخصية الرابعة أبو عزة الجمحي، أيضا هذا شاعر، فإذن صار عندنا عمرو بن العاص اللي هو من دهات العرب، وعندنا 3 شعراء، هؤلاء صاروا مبعوثين لأطراف مختلفة طبعا بحيث أنهم يكونون هذا التحالف. النص التاريخي يقول هكذا: فأطاع النفر، 3 من 4 وافقوا، وفي 1 فقط هو اللي رفض، أبو عزة الجمحي آخر واحد رفض إنه يطلع. ليش؟ قال: من علي محمد صلى الله عليه وآله يوم بدر. هذا كان أسير العام الماضي، وإحنا ندرس أحداث غزوة بدر الكبرى. هذا الرجل عرفنا أنه أسر، وبعدين قام يتبجبج: عندي عيال، عندي كذا، حالتي حالة، يصيرون عيالي أيتام، يا رسول الله، يا محمد عفوا، من علي إلى آخره. فمن عليه رسول الله واشترط عليه أنه بعد ما شارك ضدنا في غزوة وكذا. فهذا الرجل أطلق سراحه بهذه الطريقة، وبعد شوي راح نشوف بعض التفاصيل. فقال لهم بأن تم المن علي ولم يمن على غيري، أنا الوحيد، البقية صار إما قتلوا وإما صار في فداء، دفعت مبالغ في مقابل إطلاق أسارهم، أو أنهم علموا مثلا القراءة والكتابة لعدد من المسلمين وتم إطلاق سراحهم. وحلفت لا أظاهر عليه عدوا أبدا، أنا هم ما أخذ عهد على نفسي أني ما أساند أي عدو ضد محمد صلى الله عليه وآله. هني انصدموا مجموعة من اللي معاه من الكبارية وكذا، حاولوا يثنونه، حاولوا يغيرون راية، لكن استعصى، تركوا إلى الغد. راحوا له 2 صفوان وجبير بن مطعم، الأثنين راحوا له، فصار يكلمه صفوان ورفض. هني جبير قام يعني يلومه، شو يقول له؟ ما كنت أظن أني أعيش، طبعا هذا أبو عزة ريال فقير يعني على قد حاله، زين، فإلى واحد شخصية كبيرة من زعماء قريش
ويقول له أبيك تطلع وكذا ويرفض، شي يقول الثاني: ما كنت أظن أني أعيش حتى يمشي إليك أبو وهب في أمر تأبى عليه. يقول: ما تستحى على وجهك؟ فلان ييلك ويتوسل فيك ويقول لك قم اطلع وانت تقول له ما أبي؟ أفا عليك، بس مو عيب عليك؟ يعني بهالمعنى. هني ذاك الساعة طبعا بعد أحرج، وبالتالي وافق أن يخرج. إذن مثل ما قلنا، هذه الشخصية وقعت في الأسر في بدر، وكان أسر بدر يدفعون فدو مقابلهم، هذا فقير على قد حاله وكثير العيال، فقال للنبي: من للصبية يا محمد صلى الله عليه وآله؟ فعفى عنه كما قلنا. رد المقرود في غزوة أحد طلع معهم، هم صار أسير، والمشكلة أنه هو الوحيد اللي صار أسير في غزوة أحد، يعني ما في أسرى للمشركين في غزوة أحد إلا هالمقرود هذا. إيه مرة ثانية صار أسير، هني قام يتبشبش مرة ثانية. يقول النص التاريخي: ولم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد أسيرا غيره، فقال: يا محمد من علي. مرة ثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. أنا كنت ماخذ منك عهد ولا ترجع إلى مكة، تبي أتركك وفك أسارك ترجع لمكة وتقول تلعب بلحيتك يعني كذي وتضحك وتقول شنو قصيت عليهم؟ ولا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك تقول: سخرت بمحمد مرتين. ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه، وبالتالي هلك الرجل في بعد غزوة أحد. طيب، فإذن الأربعة انطلقوا إلى الأطراف المختلفة، فألبوا العرب وجمعوها وبلغوا ثقيفا، وراحوا إلى الطائف فأوعبوا، يعني نادوا النفير وكذا، وحصلوا لهم عدد جيد من الرجال إنهم يساندون هذه الغزوة. من الأشخاص الذين يعني كان لهم دور أيضا في تشجيع قريش على هذه الغزوة ومنوهم بالأمنيات، رجل هو اسمه أبو عامر، مر علينا هذا في غزوة تبوك، نحاول نتذكر شوية عن هذا الرجل. أبو عامر هذا الملقب من قبل النبي صلى الله عليه وآله بالفاسق. منو هذا أبو عامر؟ طبعا الواحد من يقرأ سيرته ينصدم منو هو أبو عامر الفاسق. اسمه عبد عمرو ابن صيفي الأوسي، إذن هو من أهل المدينة من الأوس، ولد منه شهيد حنظلة غسيل الملائكة، واضح؟ فحنظلة ابن أبي عامر، يقولون حنظلة ابن أبي عامر، هذا أبو عامر هذا الفاسق. إنزين، حنظلة عفوا أبو عامر عرف في الجاهلية باسم أبي عامر الراهب في المدينة المنورة، هذا كان تحول إلى المسيحية إلى النصرانية، وبعدين صار قائد روحي، يعني صار له مكانة، صارت له مكانة وصار له بعض الأتباع. لمن إن لبس المسوح كانوا الرهبان يتزهدون في الدنيا، في الشي يلبسون يلبسون ملابس بسيطة جدا مصنوعة من شعر الماعز أو مصنوعة من الخيش، هذا لباسهم، فهو لبس بهالطريقة وصار يدعو قومه إلى النصرانية، فبعضهم آمنوا فيه مثلا وبعضهم صار يحترمه حتى لو ما آمن فيه، لأن شخصية صار تكانة وثقيل، وأيضا هو من زعماء قومه، كان من سادات الأوسيين، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء الإسلام إلى المدينة المنورة، اختربت السالفة بالنسبة له، شوي شوي بدأ يفقد الزعامة الروحية والزعامة القبلية، وبالتالي الناس تتوجه لمن؟
دينيا روحيا إيمانيا وقياديا لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هني بعد لا المسوح ولا ذاك التدين ولا ذيك الدعوة ولا كذا فادت معه، فصار قلبه يغلي حسدا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وآله. فناصب النبي العداء والحرب، أولا ما رضى أن يدخل في الإسلام، ثانيا أخذ موقف معادي من النبي صلى الله عليه وآله ومن الإسلام، وبذا صار هذا الرجل عنوان من عناوين مناصرة المشركين والمنافقين والروم ضد الإسلام. ولذا أطلق عليه النبي بعد ما كان يسمونه أبو عامر الراهب، صار اسمه شنو؟ أبو عامر الفاسق. هذا بعد زاد الطين بلة بالنسبة إليه. هنا الرجل لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة واستقر وأخذ مدى، خرج هذا، قال أنا ما يجمعني مكان مع محمد صلى الله عليه وآله، ما أقدر أنا أقعد في المدينة المنورة. فأخذ 50 من الجماعة اللي يؤمنون فيه وكذا من أتباعه وخرجوا إلى مكة. هؤلاء كانوا من فرع من الأوسيين، يسمونهم أوس الله، كانوا في الأصل اسمهم أوس اللات، صنم اللات والعزة، أكو صنم اسمه اللات، فهذا إلى كان اسمهم كذي هذا الفرع من الأوسيين. بعدين لما صاروا مسلمين غيروا صاروا أوس الله. زين، فهذا أخذ 50 من هذا الفرع الأوسي وتوجه إلى مكة وأقام في قريش يحرضها ضد النبي صلى الله عليه وآله ويقول لهم أنتوا صح وهذا على خطأ، يعني لهالدرجة، مع أنه هو من أهل الكتاب يعني المفروض يلقى المشتركات كذا، بس بعد الحسد. لما نخرجوا أهل مكة إلى بدر هو ما طلع معاهم، لكن في أحد خرج معهم. واحدة من مواقف هذا الرجل، المواقف السيئة له قبل أن يخرج ويهاجر من المدينة، لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله، صار لقاء بينه وبين الرسول ودار بينهم حوار. يقولون هكذا أن النبي قال له أبو عامر الراهب: ما هذا الذي جئت به؟ شنو دينك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: جئت بالحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام. قال أبو عامر: فأنا عليها. النصارى طبعا أنواع، قسم منهم اللي كانوا في الجزيرة العربية كانوا يقولون يعني إحنا على دين الحنيفية، ولذا يقولون أن بعض اللي نقرأ أساميهم مثلا يقولون فلان كان من الحنفاء في الجزيرة العربية كذا، هؤلاء قسم منهم كانوا على دين النصرانية، يعني يؤمنون بعيسى عليه السلام، بس ما كان عندهم عقيدة التثليث، ما عندهم عقيدة التثليث. قال أبو عامر: فأنا عليها. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لست عليها، هذا اللي عندك فيه انحرافات وكذا من اللي تعتقد فيه. قال: بلى، إنك، يتهم الرسول الحين، أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها. قال: ما فعلت. الرسول قال له: ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية، يعني أنا اللي خلصتها من البدع والشوائب. قال أبو عامر: إنزين، إذا كذي أنا أدعي الحين بهاللحظة، الكاذب، أي واحد منا كذاب، أنا أو أنت، الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا، يكون هذا مصيره. فقال النبي صلى الله عليه وآله أمن على دعاء وقال له شنو؟ إيه نعم، أجل. وفعلا مرت الأيام إلى فتح مكة، هو طبعا كان في مكة، إلى فتح مكة. من صارت فتح مكة خرج من مكة إلى الطائف. بعد فتح مكة بأسابيع قليلة كان شنو؟ غزوة حنين والطائف، وفتحت الطائف ودخل أهلها في الإسلام. هذا هم ما تحمل يقعد مطلوب، وبالتالي هرب. وين راح؟ إلى بلاد الروم، وهناك مات بها
غريبا، يعني هو دعا على نفسه ولقى هذا المصير السيء. أبو عامر الفاسق شنو قال لقريش وهو يقلبهم على النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لهم أنا عندي هناك جماعة أعرفهم، ذيلا مو مؤمنين، ذيلا بتعبيرنا إحنا المسلمين نقول عنهم منافقين. طبعا هو ما يقول منافقين، هو يقول ذيلا جماعة من الداخل معانا، فأكو منافقين وأكو في قلوبهم مرض، قلوبهم ضعيفة همها على طريف، هذيل هم أقدر أسحبهم، وفوقهم أكو طرف من الأوسيين أنا زعيم من زعمائهم، هذيل قبليا راح يتبعوني متى ما أنا ناديت بالنصرة من ناحية قبلية حتى لو هم مسلمين، وبالتالي راح أوجه من الداخل نوع من التمرد يصير في المدينة، فبالتالي يصير النبي من جهتين مهاجم، من جهة منكم ومن جهة داخل المدينة المنورة. كان يقول لقريش إني لو قدمت على قومي لم يختلف عليكم منهم رجلان، كلهم راح يكونون معاكم، وهؤلاء معي نفر من قومي وهم 50 رجلا. شوفوا هذين 50 هذين النموذج منهم، فصدقوه بما قال وطمعوا بنصره. إذن صار تجميع للتحالف بأنواع المشتركة المختلفة. الآن نأتي إلى نقطة وهي قضية اصطحاب النساء في غزوة بدر. قريش لما خرجت أخذت الجواري معها، أخذوا الجواري القيان، كانوا يغنون لهم بالطريج وكذا، لما وصلوا إلى منطقة معينة وبعدين قريش قالوا لهم خلاص انتوا رجعوا، فراحوا قريش من دون شنو القيان. هذيل القيان المغنيات شنو دورهم؟ دورهم بث الحماسة. الحين متى ما يصير حرب وكذا دائما في موسيقى عسكرية وحماسة وكذا، فالمقاتلين يحتاجون إلى مثل هالحماسة، فهني كانوا ماخذينهم في غزوة بدر وردوهم العام أخذنا هذه الشغلة. في غزوة أحد المسألة اختلفت، وقع انقسام بين المشركين، ناخذ معانا نساءنا مو الجواري بس، لا ناخذ نساءنا. ليش ناخذ النساء؟ حتى الواحد يعني من يتحمس للقتال مو بس قضية انه يطقون له دف وكذا، لا، انه يقول هذا عرضي، هذيلا راح يقعون شنو في الأسر، فنستميت في القتال، لأنه وياهم ساحة المعركة، والريال يمكن يركب حصانه وينحاش، زين المرة شو تسوي خاصة إذا كبيرة بالسن ولا كذا. فبالتالي انقسموا قسمين، قسم قالوا إيه نعم لازم نسوي هالشيء حتى نزيد الحماسة، وقسم قالوا لا يبا هذا راح يؤدي إلى شنو، إذا خسرنا نساءنا يصيرون في أسر المسلمين بعد، هذا عار وخزي إلى الأبد. قال صفوان بن أمية اخرجوا بالضعن فأنا أول من فعل، أنا أول واحد راح أخذ حريمي معاي أو حرمتي معاي، فإنه أقمن يعني أجدر أن يحفظنكم ويذكرنكم قتلى بدر، فإن العهد حديث ونحن قوم مستميتون لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه، نبي هذه المرة المعركة تكون حاسمة. فقال عكرمة ابن أبي جهل أنا أول من أجاب إلى ما دعوت إليه، أنا موافق. وقال عمرو بن العاص مثل ذلك، قال أنا هم معاكم. فإذا أكو كم واحد من الشخصيات البارزة في قريش وافقوا على هذا. لكن من حلفاء قريش من كنانة، هذا ذيلا من حلفاء قريش، واحد من قادتهم اسمه نوفل بن معاوية، هذا رفض الأمر، قال لهم غلط، هذه غلطة كبيرة ترتكبونها يا معشر قريش، هذا ليس برأي أن تعرضوا حرمكم عدوكم، ولا آمنوا أن تكون الدائرة لهم ينتصرون المسلمين فتفتضحوا في نسائكم. صفوان بن أمية أصر، اللي معاه أصروا، وبالتالي قام هذا نوفل وراح إلى منه أبو سفيان، بعد الحين أبو سفيان هو المتزعم وكلمته قوية،
فصار يحاول يقنع أبو سفيان أنه لا نطلع النساء. هني منو كانت موجودة؟ هند زوجة أبو سفيان، هي كانت موجودة وسمعت الكلام. بس سمعت هذه الحشوة صرخت صرخة، صاحت وقالت: إنك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك. نعم نخرج فنشهد القتال، فقد ردت القيان من الجحفة في غزوة بدر، ردوهم في سفرهم إلى بدر فقتلت الأحبة يومئذ. يعني ما صار في حماسة، والنتيجة إن أحبتنا ماتوا. زين منو ميت حق هند في معركة بدر؟ أبوها عتبة، وبعد عمها شيبة، وأخوها الوليد ابن عتبة، وبالتالي أقسمت أنها تنتقم لهم. قال أبو سفيان، هني سمع صوته، صوت مرته وتصرخ وبقوة وقوية وشخصيتها، أبو سفيان شنو قال؟ لست أخالف قريشا. هني قال: لا يبا، أنا مع قريش، أنا رجل منها، ما فعلت فعلت. إنزين، وبالتالي انتصر أصحاب هذا الرأي وأخذوا نساءهم. أبو سفيان أخذ زوجتين من زوجاته، طبعا احنا ما نعرف من زوجاته إلا هند، لكن الرجل عنده ما شاء الله. كانت لأبي سفيان زوجات، وهن صفية بنت أبي العاص بن أمية، هذه تصير له من بني أمية، أنجبت له حنظلة بن أبي سفيان، وأنجبت له زوجة النبي صلى الله عليه وآله السيدة رملة أم حبيبة، هذه زوجة الرسول صلى الله عليه وآله، بنت أبو سفيان بس أمها مو هند. إنزين، وأميمة. الحرمة الثانية هند بنت عتبة، أنجبت له معاوية وعتبة وجويرية وأم الحكم. بعد زينب، زينب بنت نوف، نوفل الكنانية، هذه من قبيلة بني كنانة اللي هم حلفاء قريش، خزاعة حلفاء بني هاشم الرسول، وأنجبت له يزيد بن أبي سفيان اللي هو أول والي صار من هذا البيت في الشام، أول يزيد بن أبي سفيان، بعدين يا معاوية وصار والي الشام. عاتكة بنت أبي أزيهر، وأنجبت له محمد وعنبسة، وأتصور أن هذا محمد يعني بعد ما لعل بعد فتح مكة يعني أنجبته، ودورت عنه ما لقيت أي معلومة عنه، يعني ممكن أن الواحد يشوف إيش معنى هذا الاسم أخذه، ولكن أحتمل أنه تالي. صفية بنت أبي عمرو بن أمية، وأنجبت له عمرو وعمر وصخرة وهند وأمينة. أمامة، وقيل أميمة الكنانية، وأنجبت له رملة الصغرى. لبابة بنت أبي العاص بن أمية، هذه تصير بنت عمة، وأنجبت له ميمونة. منو ميمونة هذه؟ جدة علي الأكبر ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني أم ليلى، ليلى أم علي الأكبر، صح؟ أم ليلى منو؟ ميمونة. ميمونة منو أبوها؟ أبو سفيان. ولذا في وقعة الطف شنو صار؟ مثل ما نادوا حق العباس وإخوانه وقالوا لهم لكم الأمان علشان أمهم كلبية، أيضا نادى الجيش الأمويين، نادى أن علي الأكبر أنت أيضا شنو؟ في أمان. ليش؟ لأن جد لأمه أبو سفيان، يعني معاوية يصير خال أمه، واضح شلون؟ ويزيد شي يصير ولد خال أمه، فبالتالي عطوه الأمان، ولذا هو من ذاك الطرف يصير من بني أمية. طبعا رفض هذا الأمر. هؤلاء طبعا زوجات أبو سفيان. أبو سفيان خرج مو بحرمة واحدة، لا، طلع بثنتين كنوع من الحماسة الزايدة، خرج بهند وأميمة. صفوان بن أمية أيضا عنده حريم، خذ ثنتين منهم، طلحة بن أبي طلحة، عكرمة بن أبي جهل، حارث بن هشام، عمرو بن العاص، كل واحد طلع له بزوجة. غراب بن سفيان بن عويف خرج بزوجته اسمها عمرة بنت الحارث بن علقمة،
هذه المرأة راح يكون لها دور في الغزوة بعد ما يتساقطون. حملت لواء المشركين على يد أمير المؤمنين علي عليه السلام مثل ما راح نعرف في المبارزات، وتبدأ الحرب، يسقط لواء المشركين، ما في رجل يشيل اللواء، تقوم إهية وتطلع من مخيم النساء وتاخذ لواء المشركين وترفع. لهالدرجة كان عند بعضهم حماسة إن شنو يعني يحققون النصر للمشركين. وأيضا خرج أبو عزيز بن عمير العبدري بأمه، هذه النقطة أنا متعمد حطيتها حتى أبين اللي طلع بزوجته زوجته، اللي ما عنده مرش طلع بمنه؟ بأمه. يعني كانت القضية بالنسبة لهم حياة أو موت اللي طلع أمه للمعركة. وخرج النعمان وجابر ابن مسك الذئب، أبوهم اسمه مسك الذئب، بأمهما الدغنية. المهم فأكو ناس طلعوا بأمهاتهم لهالدرجة. الآن تم تشكيل الجيش. جيش المشركين تشكل كالتالي: 3000 مقاتل، منهم 100 من الطائف من ثقيف، كان معاهم 200 فرس، 3000 بعير، 700 دارع. فإذن تسليحهم استعدادهم كان قوي جدا. في دار الندوة تم عقد 3 ألوية، وقيل لواء واحد. شو الفرق؟ إذا قلنا 3 ألوية فلواء يحمله سفيان بن عويف حق قسم، ولواء للأحابيش. الأحابيش أمس قلنا عنهم من وذيلة الأعراب اللي ما لهم أنساب واضحة، ولواء يحمله طلحة بن أبي طلحة. هذا اللواء اللي هو لقريش، اللواء الرئيسي. ويقال إن لا، لواء واحد ولكن 3 رايات. اللواء فقط كان عند طلحة، ويبدو أن هذا الكلام أصح أدق. لواء واحد و3 رايات، واللواء كان عند منه؟ بني عبد الدار. منو أول واحد شال منهم؟ طلحة بن أبي طلحة. إنزين، شنو الفرق بين اللواء والراية؟ قيل اللواء يصير يعني علم كبير، قطعة قماش كبيرة وتلوى من كثر ما هي كبيرة مع الهواء وكذا، صعب أنها تنفرش. فشي يسوون؟ يجيبون مثل الرمح العمود يعني، ويلفون هذه قطعة القماش عليها فوق، واضح شلون؟ وتنرفع في المعركة فتصير هذه العلامة الرئيسية، هذا هو اللواء. والرايات شو تصير هي؟ تصير أعلام ترفرف مفتوحة وترفرف. وقيل لا، اللواء كل علم كبير سواء كان ملوي أو كان شنو متروك، يصير العلم الرئيسي الكبير، والراية العلم الصغير. أو اللواء هو خاص في الرئيس، في القائد، هذا القائد الأمير القائد ومعاه كم واحد يحمونه، يكون معاهم شنو؟ اللواء، يعني العلم المركزي. وذلك الأعلام الفرعية شو تصير؟ تصير داخل المعركة للقتال. في تفسيرات مختلفة. المهم أن قريش عقدت اللواء في دار الندوة، فلما أجمعوا المسير كتب العباس بن عبد المطلب كتابا وختمه. ختمه يعني مو داخل الكتاب يختمه، كانوا يلفون الرسالة ومن برة يذوبون الشمع ويختمونه حتى شنو لو تبطل يبين أن أكو أحد اطلع على السر، فإذا هو كتاب سري. وختمه واستأجر رجلا من بني غفار واشترط عليه أن يسير 3، قال لأبيك بثلاثة أيام توصل المدينة، يعني تطير بحصانك ليل ونهار ما بيك ترتاح، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره أن قريشا قد أجمعت المسير إليك، فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه. يعني اخذ قرارك يا رسول الله، ترى ذيل الجماعة عددهم هالكثر، معاهم تحالف كذا، طريقتهم كذا، إلى آخره، وإنهم خلاص بدأوا التحرك. عطى تفاصيل داخل هذه الرسالة، وفعلا انطلق هذا الرجل الغفاري بسرعة
في غضون 3 أيام إنه يوصل نفسه إلى المدينة المنورة. وصل المدينة ما لقى الرسول صلى الله عليه وآله، وين فلان وين فلان؟ قالوا له طالع إلى قباء، مسجد قباء تعرفونه رايحين له، كان قبل قرية برا المدينة بس قريب يعني مو وايد بعيد. قالوا له رايح هناك. فعلا هذا الرجل الغفاري ركب مسرعا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، فوجده على باب مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام. وجده هناك والنبي على حمار، فدفع إليه الكتاب فقرأه عليه أبي بن كعب، رسول ما يقرأ، فأعطى إلى أبي بن كعب، كان قارئ يكتبه هو القرآن، فأعطاه وقال له اقرأ لي ايش مكتوب داخل. طبعا هني كانت العملية بعيد عن الناس، يعني ماكو الآن ما حد يدري شنو بالرسالة إلا الرسول وأبي بن كعب. الرسول يوم قرأ الرسالة ما حب إنه ينشر الخبر، ليش؟ لأن إذا عرفوا إن أكو جيش بهالضخامة وبهالاستعداد بينخبصون، فبالتالي كان يبي يفكر شلون تكون المواجهة، يخطط لها، يتخذ بعض القرارات مع بعض كبار الشخصيات، وبعدين النبي صلى الله عليه وآله يعرض هذا الأمر على الناس حتى لا يكون هناك يعني فوضى. ولذا قال حق أبي اكتم الخبر كأنك ما تدري عن شيء. النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك ذهب إلى بيت أحد شخصيات الكبير، هذا من النقباء، سعد بن الربيع. منو سعد بن الربيع؟ هو سعد بن الربيع الخزرجي الأنصاري، من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله في مكة قبل الهجرة في غزوة أحد. راح نشوف له موقف مشرف هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وآله سأل عنه، حتى كان يسأل وين فلان دوروا لي، وفعلا لقوه في الرمق الأخير واستشهد. إن شاء الله نتكلم عن هذا الرجل لما نوصل إلى تفاصيل غزوة أحد. فراح النبي صلى الله عليه وآله لهذا الرجل يستشيره لعقله لكذا، يستشير النبي صلى الله عليه وآله يعرض عليه الأمر. فقال الرسول يقول له في البيت أحد؟ فقال سعد لا، فتكلم بحاجتك، يقول للرسول قول اللي عندك. فأخبره بكتاب العباس بن عبد المطلب، وجعل سعد يقول يا رسول الله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير. نعم هذا غزوة وكذا وقريش وبياي بقوة، لكن إن شاء الله يكون هذا شنو؟ سبب من أسباب الانتصار. وقد أرجفت يهود المدينة والمنافقون، أرجفوا شنو؟ وقالوا ما جاء محمدا شيء يحبه، يعني خابصيننا نبي وسيد الأنبياء وخاتم الرسل ووحي ينزل عليه والله معاه، ما نشوف يعني صار له شيء يبين أنه مدعوم من الغيب. الآن غزوة بدر وكذا صار القضية وانتهت شيء بسيط، بس ما نشوف لا معاجز نشوف لا كذا، شلون نبي هذا؟ بهالمعنى كانوا يطرحون يشككون في الرسول صلى الله عليه وآله. فقال له هذا سعد أتمنى أن هذه الغزوة يصير منها انتصار كبير لنا، ذاك الساعة نسكت هذه الأراجيف. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة من قباء، راح إلى المدينة واستكتم سعدا الخبر، قال له لا تقول حق أحد. هني بس النبي صلى الله عليه وآله طلع من البيت، زوجة سعد قاعدة تتسمع، كان تدخل على ريلها، هذه هم بعد هني ما قدرت تسكت. خرجت امرأة سعد بن الربيع إليه فقالت ما قال لك رسول الله؟ الحين تسوي روحها ما تدري، يعني كأن في البداية ما تدري شنو يعني صاير، فتقول ايش عند الرسول جاي لك، ايش السالفة؟ فقال ما لك ولذلك لا أم لك، انت شكو؟ قالت قد كنت أسمع عليك، يعني أنا كنت أتنصت وأسمع، فوصلني طراطيش حكي. وأخبرت سعدا الخبر، إذن هذه المرأة عرفت أن شنو بعد هذا الشيء سكتها، أي صارت زين. ومن جهة ثانية إذا فشل خبر من المتهم راح يصير؟ سعد. هني فاسترجع سعد إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال لا أراك تستمعين علينا
وأنا أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله تكلم بحاجتك. يعني أنا قلت حق الرسول، الرسول قال أكو أحد، أنا شنو قلت له؟ قلت له لا، فطلعت كذاب. أنت من ذاك الوقت كنت تتسمعين، فكان المفروض أدبياً أن بس تعرفين أن السر تطلعين ما تتسمعين. فهني قام ومسكها من وين؟ من وسط صدرها، من ملابسها يعني، من النص، من النص مسكها من هني بهالمنطقة، وقام يسحبها ويركض وراء الرسول. ثم خرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله بالجسر وقد بلحت. هذه فقيرة أهم شنو يتل فيها وهو يركض، لما انهلكت أعيت تعبت. فقال يا رسول الله إن امرأتي سألتني عما قلت فكتمتها، فقالت قد سمعت قول رسول الله، فجاءت بالحديث كله. يعني يوم قالت أنا شو السالفة وكذا، وسألتها سمعت شيء، أشوف إنها ترى تدري بكل شيء. فخشيت يا رسول الله أن يظهر من ذلك شيء عن طريقها فتظن أني أفشيت سرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله خلي سبيلها، خلاص بعد اترك المرض سوت فيها، خلي سبيلها. وبالتالي بعد ما في إمكانية أن شنو صار، أي هذا أبي يدري وسعد بن الربيع يدري، وصار منه بعد يدري زوجة سعد. بعد هني صار ما في مجال كتمان الخبر، خاصة أن بعدها بقليل وصل وفد من قبيلة خزاعة اللي أهم منه حلفاء النبي صلى الله عليه وآله، مشركين بس حلفاء للنبي صلى الله عليه وآله. هذا عمرو بن سالم الخزاعي في نفر من خزاعة وصلوا بالمدينة وقالوا ترى احنا مرينا على مكة وشفنا جيش ضخم لمكة ناوين يغزونكم، وين موجودين؟ في ذي طوى. ذي طوى يمكن في دعاء الندبة أكو أبي رضوى ذي طوى. ذي طوى شنو هذا؟ هذا المكان سمي لاشتماله على بئر مطوية، يعني مبنية بالحجارة. البير مرات يحفرون وهو نفس التربة تحمي نفسها، ومرات التربة تكون شي يصير فيها ضعيفة فتدفن البير، فشي يسوون؟ يبنون من الداخل، يبنون صخر ويخلون بين الصخر الماي يعبي البير. هذا من هذا النوع فيسمونها مطوية. فذي طوى وين صاير هذا المكان؟ شوفوا هذا المسجد الحرام في مكة، هذا مسجد التنعيم تعرفونه، هذا هني ذي طوى صاير بين المسجد الحرام والتنعيم، حاليا ضمن طبعا مكة الكبرى. فقال أن أنا شفت معسكر كبير لهؤلاء موجود هناك، وبالتالي بعد هذيل هم دروا. فالنبي صلى الله عليه وآله أعلن الخبر للمسلمين، راح نشوف كيف كانت ردة الفعل وما هي الإجراءات اللاحقة غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.